بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملكة ياسمين ملكة الحيات ومن معها من البنات لما عثرن على حليمة وذكرت لهن قصتها مع ريمة وحكاية أختها كريمة وأردن أن يتأكدن من كلام حليمة وما ذكرته عن أختها كريمة فكثر بينهن اللجاج وأخيرا لجأن إلى أبي فراج فسألته حليمة عن أختها كريمة فجعل يهمهم ويقرأ ويتمتم ثم أقبل عليهن وقال تستطيعون أن تروها في الحال وقادهن أبو فراج وهو ثائر مهتاج حتى انتهى إلى مكان النائي وأحضر بعض الآنية وجعل يصب فيها الماء انتوا عارفين جزيرة النسيان دي فين؟ فين؟ في بحر الظلمات والأعمال بالنيات والجيات أكتر من الريحات يا واسع الرحمن ده وقتك يا أبو فرار العالم أمواج بتلاطم أمواج والدنيا ما تديش محتاج آدي الاسمة وآدي للأسف وآدي القسم الباء بسبعة والسبعة تبعة والجيم بخمسة والخمسة لمسة بسر الكاف والنون وحق كلمة كن فيكون تظهر جزيرة النسيان تظهر وتبان الآن بس أحسنتم المية اللي قدامكم دي بحر الظلمات ودلوقتي تبان جزيرة النسيان دلوقتي تشوفيها بقى يعني شوية المية دول قللي كلامك وشوفي ايه اللي قدامك انت قدامك بحر الظلمات انا شايفة حاجة يا مولاتي زي حالاتي اهي بساتين واشجار كتيرة هي دي جزيرة النسيان أنا مش مصدقة عيني شوفي يا إنسية ده في باب يا سيدنا الدرويش ادخلي ما تخافيش لا حد حيشوفكم ولا حد حيحس بكم ولا يسمعكم امشي طب خشي شفتي؟ مين دي اللي قاعدة هناك بتبكي؟ أختي كريمة قاعدة بتبكي يا حبيبتي شوفي ده في حد بيفتح الشباك عليها ما أقدرش أنده عليها مش هتسمعك مهما تكلميها مين هناك عند الشباك؟ الأمير زهوان؟ وطي صوتك ما تزحقيش انت جيت من الشباك عشان ايه؟ بس ما تزحقيش باخده عشان ايه؟ علشان الحراس ما يشوفونيش انت شفت والدك؟ قابلته؟ ويا ريتني ما قابلته يعني كلمته يا ريتني ما كلمته ايه اللي حصل انت عارفه ان ابويا زعلان عشان اخويا الامير كروان اللي نايم عيان واللي زودها كمان حكايه الاعلان اعلان ايه ما ابويا كان عامل مكافاه للي يداويه واللي يداويه الملك جولان يديله اللي يقول عليه الجائزه دي عملت اغراء للاطباء والادعياء
كل من هب ودب ادعى الطب وجه يجرب حظه مع الأمير يمكن يفوز بالجايزة والتقدير، وكانت النتيجة ان الأمير اتأخر وزاد عليه المرض أكتر، وأبويا زعل وتعكر وراح منزل إعلام في كل مكان كل من يتقدم لعلاج الأمير ولا يقدرش يعالجه السلطان حيطير رقبته. ومن يوميها امتنع عنه الأطباء، حتى الكاهن الأكبر رفع يده. ومين ما يخافش على وقبته؟ هادي يا ستي مشكلتنا اللي حيرتنا، ولذلك أنا ما كنتش قادر أفتح والدي بحكايتنا، لكن هو لما فتحني ولقيته شجعني حكيت له حكايتك وقلت له اسمك هاج وصار ثورة كبيرة وحرم عليا دخول الجزيرة. كده كويس، وأمر بالقبض على معتوق في الحال. عم معتوق وحطوه في السلاسل والأغلال، وأمر بتغيير جميع الحراس الموجودين وحط بدلهم حراس تانيين. وبعدين الزوف كلها بتتقامى وعليا. احنا مش لازم نيأس إنسيا، حتى انت الوحيد اللي كنت بتونسني يمنعوك عني. انا مفيش قوة تمنعني عنك، انا لازم اقف جنبك واساعدك. يا خبو، يا ترى مين؟ طعام يا إنسيا، دول جايبين لك الطعام. يلا قهوه قهوه بنت اوان، استنى هتفوت عليا. وحجيلك برضو من الشباك. انا مستنيه. يا حبيبتي يا اختي صدقتي؟ ده الامير خرج وسابها الغلبه، لكن يظهر عليه انه بيحبها، بيقولوا عليها مجنونة مسكينة الملعونة، خلتهم يصدقوا انها مجنونة. انتوا شايفين بعنيكم وسمعين ودنكم. وقتك يا ابو فرح، الدنيا ما تديش محتاج. وازاي نخلص الانسية دي يا ابو فرح؟ مفيش حد حيخلص كريمة غير أختها حليمة. أنا طب إزاي؟ أنتوا عرفت دلوقتي إن الأمير كروان نايم عيان. أيوة. وإن ملك الجان نزل إعلان اللي يداويه ويتم الشفاء على إيديه يديله اللي يقول عليه. أيوة. المرض اللي أصاب كروان اسمه داء السرطان، ما يخفش إلا على حب نبات اسمه نبات السرطان. فلو جابت حليمة منه شوية وعملت منه دهان وتنكرت في صورة طبيب وراحت للأمير كروان، دهنة والتانية يقوم بصحة وعافية. في الحالة دي تطلب حليمة من ملك الجان يخرج كريمة من إزة النسيان. أشهد أن لا إله إلا الله. يرحمكم الله. غفر الله لي ولكم. شوفوا ما أقولكم، نبات السردان لا يوجد إلا في وادي الأعشاب والنبات. ممكن تدلني عليه؟ ما تقدريش تدخليني. ليه؟ وادي الأعشاب والنبات مليان بالصرخات واللعنات، واللي يمشي فيه الصوت يلحق من كل ناحية ويسد ودانه ويزيد. مادام مش هقدر عليه أعمل إيه؟ لكن لو قبلت مولات الملكة ياسمين تروح معاكي وتدخلوا انتوا الاتنين هتحميكي من كل صوت يهوب عليه. لكن الملكة لابد تلبس ثوب الحيات، ولما تعدي الأصوات هتلاقي نفسك وسط النباتات، كل عشب ونبات ينادي ويقول هو بيعمل ايه وصفته ايه. لما تلاقي نبات بيقول أنا نبات السردان
اللي أداوي من داء السردان تروحي واخده منه شوية وعمله من ودهان وتروحي لملك الجان. خلاص أنا حروح معاها وادي الأعشاب والنبات. معاكي توب الحياة؟ وحجيب توب الحية. والصنية؟ وحجيب الصنية. سيبي انا حشل ازاي؟ ما تخافيش. طيب باذنك يا ابو فراق. البحر امواج والعالم امواج بطلاطم امواج والدنيا ما تديش محتاج وطار بها إلى السماء وجعل يطويان الفضاء. وبعد حين وصلت الملكة ياسمين فأحضرت ثوب الحية وجاءت بالصينية. وعندئذ مولاي